اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربية ومشاكلي تتحل بايه. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه. مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اولادي جننوني. زي ما عودناكم في كل حلقه بنتكلم على مشكله من المشاكل اللي بتصيب اطفالنا، سواء المشكله كانت نفسيه او سواء المشكله كانت عضويه. طبعا من اهم المشاكل اللي بتصيب اطفالنا هي المشاكل النفسيه، لان المشاكل النفسيه والتكوين النفسي للطفل ده اللي بيكمل معاهم طول العمر، فطبعا مش بتقل في الخطوره عن المشاكل العضويه. من اهم المشاكل اللي بتصيب المشاكل النفسيه اللي بتصيب اطفالنا هو الشعور بالنقص او الاحساس بالدونيه. هنتكلم النهارده عن الموضوع ده في حلقتنا، وهيشرفنا في الاول هنرحب دكتور هيثم عطاء الله، دكتور بكليه خدمه اجتماعيه جامعه الفيوم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك احمد. يمكن في البدايه عايزين من حضرتك تعرف لنا ايه هو الشعور بالدونيه عند الاطفال، والشعور الشعور بالنقص عند الاطفال. تمام، هي كلها مترادفات لمعنى واحد، يعني مثلا الشعور بالدونيه هو الشعور بالنقص او هو ضعف تقدير الذات. بشكل بسيط جدا ممكن نعرف تعريف الشعور بالدونيه ان هي صوره يعني سلبيه غير ايجابيه بتختزن في الطفل في ذاكرته في شكل بقى هيئته، شكله، لبقته، كلامه، لغته، نقاط قوته، نقاط ضعفه، مدى توافقه في المجتمع، وضعه في الأسرة نفسها بين أفراد أسرته، مدى تقبل الآخرين له. فكل الأشياء دي بيكونها الطفل في الذاكرة بتاعته. ويمكن علماء النفس كمان كان لهم برضو تعريف الدونية بأن هي الإحساس أو الشعور بعدم الكفاية، وأبرزهم علماء زي فرويد، زي إدلر عالم إدلر اللي هو عالم النفس الفردي اللي هو بيهتم بالشخصية الفردية، وقال إن هو يعني شعور الطفل إن هو الآخرين أفضل منه. يعني هو عنده إحساس من جوه من داخل الطفل إن الآخرين أفضل منه. وطبعا في تعريفات تانية إن هو صراع بين بقى البحث عن الذات وبين تجنب مواقف الذل والإهانة. دي ببساطة كده تعريف الشعور بالدونية. وطبعا ده بيترتب من نظرة الفرد لنفسه، يعني تضليل الفرد لذاته وتضليل الفرد وإدراكه لذاته بشكل غير ملائم للواقع، ده هو فعلا هو لب الاهتمام للفكر الدوني أو الفكر اللي هو في النظرة الدونية، لأن هو مش مدرك ذاته بإيجابياته إيه أو سلبياته. هو شايف ممكن يكون عنده ميزة بس هو مش عارفها، فاكرها عيب عنده، ودايما حاطط بورت تمام عنده. موضوع التفكير ده، التفكير الدوني ده عنده إن هو في نقص، عنده نقص مركب زي علماء نفس ما قالوا داخل الشخصية بتاعته. بس يمكن بالنسبه للاطفال في سن صغير، لان احنا بنتكلم طبعا على شعور بالدونيه عند الاطفال، تمام، فيمكن في السن الصغير ده يعني مداركه لسه بتتكون. اكيد. فحضرتك طبعا قلت ان هو بيبقى راجع لنظره الطفل او نظره الشخص بشكل عام. تمام. لنفسه. تمام. فاكيد في اسباب، يعني الاسباب هي بتبقى السبب ان هو حس ان هو شاف نفسه اقل من اقرانه او تمام. اقل تمام. من اخواته. تمام. فطبعا بالنسبه للطفل حضرتك تقول لنا ايه اهم الاسباب اللي اللي بتشكل النظره دي عند الطفل؟ اكيد. تمام. السبب الاول موضوع التاخر العقلي. في بعض الاطفال بتبقى عندهم بطء في عمليه النمو العقلي، وممكن علماء النفس قالوا ان عمليه بطء النمو العقلي دي احد اسباب او العامل الرئيسيه في موضوع التاخر العقلي عند الاطفال، وده بيبان في ضعف مستوى التحصيل الدراسي او مستوى الاسكار او تحصيل الدروس من اللي بيدرسها الطفل دوت. فده يبدا تشكل عنده نوع من الدونيه نتيجه مقارنته بالاطفال. هو شايف الاطفال افضل منه في الحته دي، بس هو عنده الحته دي يعني حته كونيه جواه او حته يعني نفسيه جواه ان هو عنده تاخر عقلي. فدي مش بالضروره ان هي يعني هو الطفل يعني عايز الموضوع تغلب عليها شويه من جهه اللي هنتكلم عليها في الدور الاسره وكده. الحاجة الثانية موضوع العوامل الاجتماعية. بلا شك ان العوامل الاجتماعية يمكن احد الاسباب الرئيسية في موضوع شعور الطفل بالدونية، لان ممكن الطفل يكون يولد ويكون مثلا عنده في افتقاد احد الوالدين او في انفصال بين الزوجين او الوالدين، فده طبعا بيؤدي عقدة عند الطفل عندما يشوف هو مثلا طفل في المدرسة او كده ويشوف مثلا اب او ام جاي ياخد زميله، فدي هو شايف انه عنده مثلا والده متوفي او والدته متوفيه او في طلاق بين والدته ووالده، فتبدا تحس ان هو عنده حته الدونيه شويه ان هو مش زي زمايله او هو مش زي اصدقائه، فدي تبدا تنمى عنده الشعور ده. ممكن عوامل طبعا عوامل اقتصاديه، محيط الاقتصادي بتاعه اللي هو مستوى الاصراف في الدخل
او مستوى الادخار في الاسره، الاثنين بيشكلوا عامل في شعور الطفل بالدونيه. يعني لو في بخل شويه في الاسره ومش قادرين يشبعوا حاجات الطفل، لان الطفل عنده حاجات مش قادرين يشبعوها، ده بيشكل عقده للطفل. برضو الجانب الاخر الاسراف والتبذير كتير مع الطفل، ده برضو يشكل نوع من الدونيه، لان هو هيبدا يشعر بالتفاخر والتباهي، وده يؤدي بيه لجنون العظمه. يعني تبقى عنده مع اني بان العكس، يعني بان من كلام حضرتك ان انا حاسس ان انا اقل من اقراني. اقراضي فعلا. فانا لو عندي حرمان في الجانب الاجتماعي او في الجانب المادي فهيجي لي الشعور ده، لكن مش مش منطقي ان انا لما يبقى في دلع زياده او ده هيبقى عندي مشاكل تانية نفسيه، لكن ممكن يؤدي ان انا يبقى عندي دونيه. سؤال حضرتك جميل جدا، وده فعلا يعني في حاجتين، الحرمان على النقيض بالظبط، حته التدليل الزائد، الاثنين بيخلوا الطفل عندهم شعور بالدنيه. خير الامور الوسط. خير الامور الوسط ما شاء الله. في نقول بقى سليم المعامله في الوالديه اللي هو يعني الوسط في كل شيء، والتربيه لا هي اسراف قوي ولا هي حرمان وبخل وعدم اشباع احتياجات، ما في حاجه وسط، لان موضوع التبذير ده بيؤدي فعلا للطفل ان هو يبدا ان هو بيلاقي نفسه يتكبر، عنده شوط عظمه كده، بيقول نفسه ان انا مش زي الناس دي، يعني انا يعني ايه هما مش مستوايا، فيبدا ان هو ايه ينعزل عنهم وينطوي وياخد جنب اهو زي الحرمان بالظبط، يعني اتنين في نفس المستوى. برضو في حته بقى الاسباب كمان، المقارنات غير متكافئه، ودي حاجه مهمه دي جدا مشكلة. ودي مشكله، دي اكبر مشكله وللاسف بيقع فيها كتير من اولياء الامور، من الاباء ومن الامهات، وبيفتكروا ان انت كده هتقول له هتشجعه. مع ان العقل بياخد الصوره سلبيه. تمام. فمجموعك ولا ولاد خالتك، مجموعك ولا اخواتك، ابن خالتك طلع مش عارف بمجموع كذا، او على المستوى النجاح الرياضي مثلا، فمعلش استاذن حضرتك تاخد وقتك في النقطه دي. تمام. لان ده خطا شائع من اولياء الامور. لا يا فندم، نقطه فعلا هامه جدا. طبعا. لان فعلا المقارنات غير المتكافئه دي بتخلق للطفل عقده. طبعا. ازاي يعني انت الطفل بتيجي مثلا في حتى في المحيط الاسري بين يعني او اخواته في الاسره الواحده، ممكن تلاقي الاب مثلا او الام بتقول ده انت اخوك احسن منك وبيجيب درجات نهائيه وانت ما بتجيبش. الحاجات دي كلها بتضعف ثقه الطفل في نفسه، يعني بتخليه عنده ضعف في تقدير ذاته. هما يعني اغلب الاباء، مش كلهم طبعا، بتبقى عندهم حته عدم ادراك شويه لحته ان احنا في عندنا حاجه اسمها اللي هي انديفيديوال ديفرنس، اللي هي الفروق الفرديه. كل واحد فينا المفروض نعرف كده انه بيختلف عن التاني. حضرتك مش زيي وانا مش زي حضرتك، في فعلا كل واحد لينا عندنا نقاط قوته ونقاط ضعفه، كل واحد فينا الكمال لله وحده. ليه بصمه، كل واحد ليه بصمه مختلفه. مختلف، الكمال مفيش حد كامل، الكمال لله وحده، احنا كل واحد فينا عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. نقاط القوه دي بيحاول يستزيد منها، ونقاط الضعف بيحاول ان هو يتغلب عليها بحيث ان تبقى نقاط جوه نقاط قوه بعد كده. فيبدا المقارنات دي تبدا يعني تعمل الطفل حساسيه شويه، ويبدا كمان تخليه عنده عدوانيه لاخوه، يعني توصله، شوف حضرتك هتوصله لحته بقى التربيه السلوكيه. طبعا. ان هو بقى يبدا اخوه بقى لا ده والدتي او والدي بيقول ده اخويا احسن مني، يبدا انا اكره اخويا بقى. ما بيدركش العقل في سن صغير زي ده، ما بيدركش ان انا عشان ابقى احسن منه فانا اقوم بحاجات اكتر منه، لا ده انا عايز انزله. لا ده عايز ايه يعني اشده، يعني عايز اشده ليه؟ يعني هو واخد قلب والده او والدته، هو اللي يعني هو واخد، فهو مش حابب كده، فبتبقى عنده حته بقى عدوانيه وحته بقى اسلوب عنيف شويه وحته بقى مظاهر سلوكيه مضطربه كده. فيبدا ان هو الطفل اللي بيبدا يعني بتبقى عنده اضعاف ثقه بتؤدي ان هو بيبدا ما يقدرش ان هو يطور ذاته، لان هو الاسره يعني اعدمت في حته ان هو الشكل السلبي خلاص. الشكل السلبي، ففعلا حاجه يعني مش في الاسره اللي ممكن فيها تحتاج لاعاده تربيه، ونعرف ان في فروق فرديه بين كل واحد والتاني، وزي ما ده كان عنده نقاط قوه اكيد عنده نقاط ضعف، وده ما عنده نقاط ضعف اكيد عنده نقاط قوه، ومش كل واحد زي التاني، ولازم احنا المفروض نشتغل على الحته ديت في الاسباب، يعني من ضمن الاسباب بتاعتها. برضه في حته برضه من ضمن اسباب الـ يعني العنف او الدونيه عند الاطفال اللي بتخليهم عندهم شعور بالدونيه وكده، ممكن حته بجانب حته المقارنات المتكافئه، حته ان هو ما عندوش حماس للعمل، يعني هو بيوكل اليه مهام او كده فهو ما عندوش دافعيه للعمل ده، لان الاسره مش مدياله اهتمام، يعني حته يعني ما فيش اهمال من الاسره للطفل واشباع طاقاته ورغباته. الطفل اكيد عنده طاقات وعنده رغبات وعنده دوافع وعنده ميول، فمش لاقي اشباع ليها، ده بالتالي هيؤدي الى ان هو يكون الطفل ده عنده دونيه او شعور بالنقص او عنده شعور بالضعف في تقدير الذات، لانه مش لاقي في جانب اهمال من الاسره، مش لاقي فيه احتواء، لان عارفين الاسره دي هي مرآه الطفل.
وطبعا الموضوع بيبقى تراكمي. يعني انا في الاول بيفقد الثقه في نفسه. تمام. بعد ما يفقد الثقه في نفسه فانا بدي له مهام. تمام. فالمهام دي هو ما بيقدرش ان هو يحققها. تمام. فكده بيشوف نفسه افشل اكتر اكتر. تمام. افشل اكتر. تمام. فالموضوع. تمام. بيبقى سلسله بمجرد ان انا مش واخد بالي او انا كأم مش واخده بالي ان انا ازرع الثقه في ابني واقول له انت تقدر. تمام. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا اهم حاجه بيبقى بالنسبه لنا مشاركات الجمهور. تمام. وان الجمهور يتواصل معانا. تمام. تمام. فحساسا حضرتك بنقول بالطبع. سؤالنا للساده المشاهدين اعزائي المشاهدين سؤالنا ان شاء الله هيكون في الحلقه النهارده كيف تتعامل عند شعور طفلك بالنقص. كيف تتعامل عند شعور طفلك بالنقص. طبعا مستنيين اراء حضراتكم واستفساراتكم على ارقام التليفونات اللي هتظهر على الشاشه وفي انتظار اسئله حضراتكم والاجابه عليها. ازاي نقدر نعرف بقى؟ يعني. تمام. احنا اتكلمنا في الاسباب واتكلمنا في التعريف. ابني اصاب بالشعور بالدونيه. تمام. عنده احساس بالنقص. تمام. بس انا طبعا لو عملت الحاجات الاولانيه ان انا بدي ثقه في نفسه كده فبالتالي لما هيجي له الشعور ده. تمام. تكمله للطريق. تمام. الطريقه السيئه في التربيه فانا مش. تمام. هشعر. تمام. فايه الاعراض وازاي اقدر اعرف ان طفلي عنده عقده نقص؟ سؤال مهم جدا فعلا. يقدر ان هو الوالدين هم يعرفوا حته الشعور بالدونية عند الطفل عندهم او مشاعر النقص عندهم من خلال ان الطفل بيميل الى الانعزال والانطوائيه، ما عندوش حته حب المشاركه الاجتماعيه مع اقرانه سواء في البيت او في المدرسه. بيبدا نلاقيه ان هو واخد جنبه معين، مش عايز يخوض في مشاركات اجتماعيه او احتكاك مع ناس المحيط الاجتماعي بتاعه، لان هو عارف ان هو عنده شعور ان هو عنده نقص، مش هيقدر، حاسس ان هو لو اشترك مع اقرانه او اشترك مع اخواته في البيت ده هيكشف عنده مظاهر النقص اللي عنده، فبيبدا يقول لك اسهم حل ليا ان انا ابعد عن حاجه عن الحاجات دي. الحاجه الثانيه ان الطفل بيخاف من حاجات الاطفال في سنه ما بيخافوش منها، زي مثلا موضوع تعلم السباحه. هو مش عايز يتعلم السباحه مثلا، حته ان هو مثلا في مسابقات ثقافيه في مدرسه او كده او اجتماعيه ما بيحبش يدخل فيها، لان هو عارف ان هو لو دخل ان هو يعني هتهتز ثقته، اللي هو مش ثقه في نفسه، اقتنع ان هو مش هيقدر. اقتنع مش هيقدر يدخل بقى، فانا مش هقدر. مش هيقدر يعني يحتك بالمجتمع بقى، لو مسابقات ولا نتعلم حاجه. الحاجات دي كلها طبعا سمه مهمه جدا في الطفل اللي هو بيشعر بالدونيه، اللي هي التشاؤم. كل شيء عنده يظهر فيه الجانب السيء فيه او الجانب الفاشل فيه، ما عندوش ايجابيه، بيرمي الفشل. هو دلوقتي بيرمي الفشل. بيرمي الفشل. الدنيا وحشه، اصدقائي مش هيبقوا في ظهري، اهلي مستغنين. هو بيرمي الموضوع يعني على الظروف وعلى اللي حواليه دايما طول الوقت. يعني صح فعلا، عنده نظره تشاؤميه لكل من حوله وكل اشياء مش كويسه، ودي كل حاجه فاشله ومفيش حاجات ناجحه. ده السمه اللي عنده. حته كمان عنده حته التاكيدات السلبيه. يعني ايه تاكيدات سلبيه؟ لان هو دي التعبيرات اللي بيقولها الفرد او الطفل من الداخل او من الذات بتاعته، زي مثلا انا غبي، انا فاشل، انا حظ وحش، انا اهلي ما بيحبونيش، انا اصدقائي ما بيلعبوش معايا. الحاجات دي كلها التاكيدات السلبيه اللي جوه الطفل ديت دي فعلا بتنمي عنده الشعور بالنقص او الدونيه. حته كمان بقى في البيئه، البيئه دي مهمه جدا، اللي هي حتى بتتسق مع النظريه الايكولوجيه، النظريه البيئيه، ان البيئه هي التي تساهم او تساعد في تشكيل شخصيه الفرد، وبالتالي بتنعكس على سلوك وتصرفات الفرد. والتنشئه في البدايه. التنشئه. التنشئه في البدايه. التنشئه الاجتماعيه، يعني السوشياليزيشن، التنشئه الاجتماعيه دي مهمه جدا في اي في التربيه، دي عامل مهم جدا. وهدي حضرتك مثال، لو احنا ممكن قلنا في بعض المجتمعات الريفيه بتفضل الذكور عن الاناث في المعامله. طبعا. وبنجد الموروث الثقافي الموروث الاجتماعي ان يبدا ان هم بيدوا للطفل او اللي هو الذكر الحريه المطلقه وان هو يعمل اللي هو عايزه، في حين ان اخته اللي هي الانثى مش بيدوها الوقت يعني اهتمام بنفسها او بيخلوها شعور ان هي شعور بدونيه، فتبدا ممكن تؤدي شعور البنت ديت بطريقه ان تعمل استرجال. دي نقطه مهمه جدا، انا بشكر حضرتك ان انت اتكلمت فيها. لان بيبقى الاهل كمان عندهم اسباب. أكيد. فده الراجل. انت البنت. تمام. ده الكبير. تمام. ده الصغير. فهم للاسف طبعا بعض الاهالي مش كل طبعا بيبقى الموضوع بالنسبه لهم زي ما بيقولوا مقنن، اللي هو ده كذا ده. فحضرتك كنت تقول لهم ايه في حجج الفروق بين الاولاد او الاقران برضه؟ طبعا هي بتبان في المجتمعات الريفيه، بتبقى عندهم دايما حته الذكر ده مهم جدا، او الطفل الذكر ده هو موجود والله في كل حته، بس حضرتك بشكل عام. يعني ده موجود يعني. يعني في برضه ناس يعني احنا مش عايزين نعمم. لا طبعا في ناس برضه بتهتم بكده، بس ده بيزرع ان هي البنت ما عندهاش تفاخر او تباهي بالانوثه بتاعتها، فتبدا تعمل بقى
ده بيساعدها على تأصيل السلوك الذكري ازاي. ده بيبان في خلال بقى ايه كلامها، اللبس بتاعها، طريقه المشي، بتبقى فيه استرجال شويه، بيطلع من شخصيته او بتطلع من شخصيتها للشخصيه اللي هي شايفاها مميزه في المجتمع. لا هي ممكن هي مثلا تكون بنت وسط اخوات ذكور، وان هي ممكن كمان ان هو مثلا شايفه ان اهلها بيميزوا اخوها ذكر ده عنها، فتبدا هي عايزه تقلده، فتبدا ان هي تطلع من عباءه الانوثه بتاعتها، لان هي مش لاقيه حد يشجعها من اهلها على التباهي والتفاخر بانوثتها، فتبدا ان هي تبدا تتصل يعني تاخد سلوكيات الانثى. عايزه تبقى ذكر، الصغير عايز يبقى الكبير، عايز الكبير، الكبير عايز يبقى صغير عشان ما عليهوش فدي حته موروث ثقافي، ده يعني بيؤدي فعلا لمشاكل كبيره جدا في موضوع الشعور بالدونيه بين الابناء وكده، وتفضيل احد الابناء على الاخر. ده برضو المشكله تانية برضو، لان قلنا في فروق فرديه بين الابناء، فاحنا هنعرف احنا هنعرف بقى من العزله، ومن هنعرف ساعتها ان الطفل بتاعنا او ابننا عنده شعور بالنقص. ما المشاعر دي بتؤدي بقى ان هو بتلاقي عنده بقى اضطرابات سلوكيه، ممكن تؤدي مثلا هو سرقه مثلا، الانحراف اللي هي المخدرات، بتؤدي حاجات للطفل او الفرد، يلفت النظر، هو بيبقى حابب ان هو يبقى طبعا اكيد، لان هو حابب ان هو يلفت النظر، حتى لما دايما نلاقي الطفل دايما بيعيط او بيصرخ على حاجه وهي فين حاجه ما تستاهلش هو يصرخ او كده، بس هو من جواه عايز يلفت، عايز يقول انا موجود، يا جماعه انا موجود، انا ليا دور، بتبقى عايز يفهم الاب والام ان هو موجود وليه دور، فيبدا عنده مشاعر اضطراب سلوكيه بنلاقيها في الطفل، زي السرقه، الانحراف، الكذب، بنلاقي انحرافات نفسيه بقى زي مشاعر الخوف، مشاعر القلق، عدم الطمانينه، عدم الامان، مش لاقي الجو الدافي او العلاقات الدافئه بين الاسره داخل الاسره، بنلاقي ان عنده كمان مشاكل اخلاقيه، ممكن تكون عنده مشاكل اضطرابات جنسيه برضو في بعض تحصل بعض الاسر وكده، سن بعد كده بقى سن المراهقه وكده بتبقى مقصود فيها ذكريات، طبعا تبدا تخزن في الذاكره عنده، فيبدا عنده ذكريات دي بتبدا، يمكن زي ما قلت في مقدمه البرنامج، ان الحاجات النفسيه او الصحه النفسيه بتاعه الطفل بتبقى اهم ساعات، في بعض الاحيان اهم من الصحه الجسمانيه، لان دي بتكمل معاه وبترسم الخريطه النفسيه اللي هيعيش بيها طول عمره. يعني فهي فعلا حضرتك بتقول موضوع الصحه النفسيه ده فعلا موضوع مهم جدا، ودلوقتي احنا نجد ان موضوع الصحه النفسيه ده تعريفها الجديد بقى دلوقتي، لما عرفوها العلماء تعريف الجديد للصحه النفسيه، ان هي الموائمه بين التقبل والرفض، او الموائمه بين التكيف والتطور. دكتور هيثم، احنا اكتشفنا عرفنا الطرق اللي حضرتك قلتها دي، واكتشفنا تمام. عرفنا ان دلوقتي لا قدر الله طفلي مصاب تمام. بالاحساس بالدونيه وعدم الثقه بالنفس تمام. مش عايز اقول طرق العلاج، طبعا احنا هنعرف هنتطرق لطرق العلاج تمام. بس مش عايز السؤال يبقى سلبي، عايزه يبقى ايجابي تمام. اخلي ابني قائد ازاي؟ انا ممكن يعني هي هتخش في طرق العلاج تمام، بس انا عايز اسحب وجهه نظر الاباء والامهات ان هم مش عايزك تعالجه، لا ده انا كمان عايزك تخليه قائد تمام، انا عايزك تحطه في حته تانية تمام. فالاثنين كده مع بعض حضرتك، دي بقى اللي هي النظره الطموحه، ازاي بقى ازاي طرق العلاج بقى تمام. النظره الطموحه للاسره ان هم بدل احنا نعالج الطفل اللي عنده، لا نخليه يبدا هو من ذاته، يبدا يطور ذاته ويبدا ينطلق في الحياه. ازاي بقى؟ موضوع احنا حته تعنيف الطفل قدام أقران، قدام زمايله، دي يعني مشكلة كبيرة جدا، بتؤدي لأن الطفل بينعزل وبينطوي. إحنا المفروض نخلي الطفل إن هو المفروض الأسلوب كعلم بقى، وبنتكلم في علم، إن الطفل يتعلم ويفشل ويجرب تاني ويفشل وبعد كده هينجح. كتر الفشل ده مش عامل إن هو فشل أو إن هو مش قادر يكمل، لا، لأن هو من خلال الممارسة الحياتية هيقدر إن هو يكون عنده خبرة. الخبرة ديت هي اللي تخليه يعرف النجاح، هيوصل في الاخر انه ينجح. احنا المفروض الطفل، لقيت الطفل فشل في حاجه او فشل مثلا ما نجحش في ماده معينه او فشل فيها او حاجه، لا ابدا ما اعنفوش او اوبخه، لا بالعكس جدا، انا اعرف اقعد معاه اقول له انت عملت حاجات كويسه جدا 1 2 3 4، بس انت عندك بعض الحاجات او القصور في جانب معين، ايه نبدا ان احنا نشتغل عليه، نبدا تدريجيا ان احنا نعمل في الموضوع ده، ونبدا نواجه النقص اللي عندك ده ونبدا نشتغل عليه. كده الطفل هيلاقي فيه راحه وفيه اطمئنان، هيبدا ان هو فعلا يبدا بقى يكتسب حته بقى ثقه في نفسه، لان احنا في عنصر مهم جدا في طرق الوقايه اللي هي بتميز بقى الاطفال، عنصر اللي هي الفلكسبيليتي، المرونه ديت. الطفل لو اتغيرت البيئه المحيطه وتغير اسلوب التعامل مع الاسره المحيطه، ده هيخليه ان هو يعيد اكتشاف نفسه، وان هو يبدا يعرف ذاته ويبدا يدرك ذاته كويس جدا، ويبدا يشوف نظرته نحو نفسه ونحو الاخرين، فيبدا ان هو يتحرك يقدر يعدل، لان الطفل مش حاجه ثابته او حاجه ان هي تمام. حاجه لا ده هو مش استاتيكي، لا حاجه هو ديناميكي بيتحرك، يقدر ان هو فعلا لو بس اتغيرنا البيئه واسلوب التعامل مع الطفل، هيبدا ان هو يتغير، لا
لانه عنده مرونه يبدا يتغير ويبدا يتعلم. ومن خلال طبعا نظريه التعلم، بس تغيير البيئه طيب ازاي اقدر اغير البيئه؟ يعني انا مثلا في بيئه مثلا اللي هي مثلا بتفضل الاناث عن الذكور، بنعمل برنامج مثلا توجيهات او كده ان الولد زي البنت. يعني انا كأم او كأب، ما احنا دلوقتي الساده المشاهدين لما بيجي يتفرجوا احنا كأم او كأب انا اتصرف ازاي؟ فانا هقول للاب او للام غيروا البيئه اللي حواليه. البيئه مش معنى بيئه انه البيئه ان هو مكان او سكن او اللي هو مكان واقع مثلا في شقه، مش هي البيئه، لا البيئه اللي هو المحيط بتاعه اللي هو اساليب المعامله دي البيئه. البيئه ان مثلا لو هو طفل في المدرسه بنلاقي مشكله ان هم مثلا بتوع عاملين فصول اللي هي متفوقين لوحديها غير الفصول الثانيه وتلاقي فيها الطلبه، فده اكبر غلط اصلا. اكبر غلط طبعا. انا على فكره انا ضد موضوع ان تبقى في فصل واحد للمتفوقين والباقي عاديين، وده بيخلي شعور الطفل ان هو عنده حته بقى ان زميل ده في فصل متفوق ده اتفوق عني، ده بيبدا بيعمل جرح شعور الطفل، وبيبدا ان هو بيفتكر كده ان هو ملوش قيمه او ملوش اهميه. البيئه دي بقى لو اتغيرت، احنا بنتكلم فيها حته البيئه دي، المدرسه ديت لو دور المدرسه طبعا مع دور الاسره الاثنين متكاملين، لان هو الطفل لما يتولد بتبقى عنده الاسره الاولانيه بتبدا تكون شخصيته وذاته، بيبدا يكملها بعد كده في مرحله المدرسه لما يلاقي البيئه قدامه كده ان في تفضيل او في مقارنه، ده شيء خطا جدا. احنا من غير البيئه ديت هيبدا الطفل ان هو يعرف ان هو إن يعني الطفل ده يبدا يعرف ان في نقاط ليه قوه نقاط ضعف، يبدا نقاط الضعف اللي عنده دي يبدا مع التدريب ومع اهله ما يعلموه تدريبيا ويبداوا يوجهوه توجيه صحيح من غير التعنيف او التوبيخ او مقارنه بين اقران او زمايله، ده هيقدر ان هو يعني يطلع منه كشخص ان هو يقدر ان هو يتفاعل مع المحيطين بيه، ما يكونش عنده بقى لا انطواء ولا انعزال. حاجات بسيطه جدا على فكره، بتحصل مش محتاجه. بتحصل في بعض الظروف ان لا قدر الله الاب بيبقى متوفي او الام تمام. بتبقى متوفيه، وبرده في ام مثلا بتتفرج علينا فجوزي توفى تمام. قدر ربنا سبحانه وتعالى تمام، انا اقدر ازاي اعوضه طيب الدور ده؟ يعني انا اكتشفت ان هو حاسس بالشعور ده وممكن يكون من صدمه على فكره، يعني ممكن تمام. يكون حدوث الموضوع ده هو اللي تسبب في الشعور في الاحساس ده. احنا قلنا في حته اللي احنا ما قلنا اسباب اللي ايوه بالظبط زي ما قلنا. فالام طيب ازاي تعمل الدور المزدوج، او الاب ازاي يعمل الدور المزدوج ده؟ لا هو يعني حتى طبعا دي حاجه يعني لا اراديه طبعا من جانب الاهل طبعا، حته فقد احد الوالدين حكينا عنها او انفصال الوالدين. نقدر ان الام ان هي ممكن يعني من خلال علاقتها بالطفل، العلاقه اللي قايمه على الحب والاحترام والطمانينه، ان هي تعوضه عن غياب الاب سواء بالانفصال او الموت او الهجره، تخليه يقدر ان هو عن طريق اشباع احتياجات الطفل ان هو يقدر ان هو يتعلم ويبدا ان هو يكتسب الخبرات. ومش وطبعا هتقدر تعلمه الدور ده وتكسبه ان هو يعني تزرع فيه التاثيرات الايجابيه، لا ان انت يا حبيبي تقدر تعمل حاجه زي دي، لا انت عندك امكانياتك تخليك انت تعمل بس انت مش شايفها في نفسك. كل العبارات دي والاساليب دي بتخلي فعلا الطفل بيبدا بقى خلاص شايف في ثقه ظهره بقى مسنود كده صوته وراه، وحتى لو ام او اب مفيش مشكله هيبدا ان هو يبدا فعلا يتحرك. هنقول بس للام والاب معلش ابذلي مجهود زياده شويه يعني قومي بالدور المزدوج ربنا هيعينك ان شاء الله، ولكن يعني حاولي يبقى دورك مزدوج، تزودي الشحنه اللي بيديها له بابا اللي مش موجود او امه اللي مش موجوده شويه، وان شاء الله نتدارك ده بمجهودك. الموضوع محتاج يعني أكيد. مجهود زياده اكيد. طيب احنا كده هنحاول نزق ابننا او نزق بنتنا او نزق على فكره اصدقائنا برضه ساعات أكيد. في سن كبير بيبقى بنحس ان اصدقائنا فنقدر نزقهم تمام. في حاجه بقى فجاه امتى نعرف ان مطلوب تدخل طبيب نفسي؟ دي يعني اصل هي مراحل تمام. الموضوع أكيد. مراحل أكيد. أكيد. فكل ده احنا بنحاول نعمل اللي علينا تمام. امتى بقى اعرف دي مش بتاعتي؟ تمام. هي حته بقى يعني انا ابدا ان انا اشوف اختصاصي او انا اشوف حد استشاري نفسي او اجتماعي كالاطباء النفسيين او الاخصائيين الاجتماعيين، ان انا ابدا اشوف في الطفل ده لما الاقي عنده بقى حته ايه زياده حاده في مشاعر بقى الاكتئاب او الحزن، ان انا عملت دوري واتكلمت معاه وبدات اوجهه كده وشايفه برضه ان هو ما زال عنده برضه حته شعور مثلا اكتئاب او عزلة او ما بيحبش ان هو يشترك في مسابقات مع الاطفال وزمايله، او ان هو ما بيحبش يلعب، او ان هو بيحب دايما يقعد لوحده وكده ودايما راكن كده مش قادر ان هو يتفاعل مع الناس، دي فعلا بتبقى مؤشرات ان الطفل ده فعلا ممكن يكون عنده صدمه، لان ذاكرته بتخزن حاجات معينه. ممكن مثلا وفاه والده مثلا ممكن يكون تديله صدمه كبيره جدا في سلوكياته، فيبدا ان هو يعني تخليه ان هو مش قادر ان هو يكمل، او ان هو يعني قدر لك احيانا بتدفع للانتحار، لان هو دي برضه مشاكل نفسيه برضه.
دي ابدا بقى اوديه لطبيب نفسي او استشاري اقدر اخليه يقدر حته طبيه بقى، يقدر ان ممكن يكون عنده عمليات عقليه اللي هي المحتوى المعرفي عنده اللي هي الكوجنيتيف بروسيس، يعني عمليات المعرفيه عنده فيها ضعف، اللي احنا قلنا كنا قايلين ان عمليه نمو ضعف النمو العقلي بتؤدي للتاخر العقلي عند الطفل في استيعابه للدروس. لما مثلا اشوف طفلي او ابني مش قادر يستوعب الدروس، انا مثلا بوديه مثلا كويسه او انا بدي له مدرسين يديله دروس او كده او حاجه زي كده وبرده مفيش استجابه، لا هنا بقى ابدا في تدخل بقى علاجي من جانب بقى الاخصائيين النفسيين او الاخصائيين الاجتماعيين. طبعا الاخصائيين النفسيين تبقى دور المشاكل النفسيه ويبدا فيها معالجه ليها، واخصائيين اجتماعيين حته بقى الحاجات الاجتماعيه بقى للطفل اللي هي التكيف والتوافق مع المجتمع او المحيطين به، يبدا كل واحد بقى اختصاصي زي اهل بقى يبدا ان هو يبدا يعالج الطفل. بس دي بتبان في الطفل لما يكون عنده مشاعر حاده بقى، بتوصل لمرحله ان مفيش خلاص مفيش طرق، الام او الاب مش قادر يوصل مع ابنه الحل، ابدا هنا فعلا ما سيبوش كده، لا ابدا فعلا اوديه للجهات ديت تقدر ايه تعالجه من الموضوع اللي عنده ده كده خلاص بقى، اللي هو بدا هيأذي نفسه وبدا هيأذي الناس اللي حواليه، فالموضوع خرج عن سيطرتي. فساعتها لازم يكون في متخصص، المتخصص ده هو اللي هيقوم بالدور أكيد. وهو اللي هيساعدني ان احنا نتعدى المرحله دي. وبيرجع دكتور يعني مع الوقت بيرجع زي الاول، بيرجع زي الاول بس هياخد فتره وقت، يعني هو يبدا يعني بس هيبدا يتعالج من الموضوع دوت عادي جدا مفيش مشكله، بس برضو بقى في حته يعني ايه صبر مع الام او الاب في التعامل معاه، وتدريجيا بقى هيبدا ان هو ينفتح وتبدا مهاراته المعرفيه تتغير، هيبدا ان هو يقدر فعلا يتوافق بقى مع المجتمع والمحيطين بيه، ويبدا ان هو يكون فعلا شخص اجتماعي يقدر ان هو يتكلم مع الناس ويقدر يتفاعل مع المحيطين ويتكلم معاهم، يقدر يبقى فيه اسلوب بقى اجتماعي معايشه، ان احنا كائن اجتماعي لازم نعيش مع الناس متبادل الخبرات ومتبادل الادوار، فهو يقدر ان هو فعلا بس محتاجه شويه وقت، محتاجه طبعا كل حاجه محتاجه وقت مش محتاجه بسرعه او لا، تدريجيا تبدا الام معاه او الاب معاه في توجيهات وارشادات لحد ما يبدا سنه يبدا يعني متكيف او متوافق مع نفسه ومع المحيطين بيه. طبعا احنا يعني للاسف خلاص فاضل دقيقه ونختم، فعايز حضرتك بقى تقول لي النصايح العامه غير النصايح اللي احنا قلناها الخاصه ان احنا بنعدي شعور بالدنيه وشعور بالنقص للصحه النفسيه بقى للطفل، يعني اهميه ان انت بقى تصاحبه وان انت، فعايزين نصايح عامه غير اللي احنا قلناها للسلامه النفسيه عامه. تمام، اولا يعني انت حضرتك لو بشوف الغرب في اسلوب تربيتهم للابناء بيعتمدوا حاجه اسمها التذوق الجمالي، يعني حته النظافه ديت بيخلي ان الطفل يتعلم ان النظافه دي ذوق او حاجه جماليه، بالعكس احنا عندنا يعني بعضنا بيشوف النظافه دي احنا كاسلام او كده في الوضوء والنظافه معينه، وبعد كده بنهمل جانب النظافه ده في اشياء تانية. احنا عايزين بقى نبدا نخلي بقى الطفل بقى نبدا نطلع من النمط اللي احنا فيه، ان نخلي الطفل يبدا يتذوق الجمال في كل شيء، وان التذوق الجمال ده هيخلي الطفل ان هو يبقى عنده كرييتيف، طفل ابداعي، يبقى مبدع لان هو شايف بقى حاجات جميله قدامه. الحاجات دي على فكره بتاثر جدا في شخصيه الطفل، لما تكون البيئه قدامه مترتبه ومتنظمه وفيه هدوء كده وفيه طمانينه بتخلي الطفل ان هو يقدر يبدع ويقدر يشتغل بشكل ابتكاري في امور كتيره. صاحب طفلك في الاخر صاحب لازم طفل. الطفل يكون فيه علاقه قويه بين للاسف حلقه جميله جدا كالعاده بيخلص مع حضرتك دايما بسرعه. الله يخليك بشكر حضرتك جدا دكتور هيثم عطاء الله، دكتور بكليه الخدمه الاجتماعيه جامعه الفيوم، على المعلومات القيمه اللي حضرتك ادتنا بيها النهارده. نسال ربنا سبحانه وتعالى انه يجعلها في ميزان حسناتنا. اعزائي المشاهدين حلقتنا خلصت، بس للاسف مشاكلنا مع اولادنا لسه ما خلصتش، هنناقشها كلها في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، كل يوم 2 الساعة 3 على وعد بلقاء متجدد. كان معكم أحمد خليل. مش عارف أعمل إيه، قولوا التربية ومشاكلي تتحل بإيه، أولادي جننوني وأنا مش عارف أعمل إيه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي أعمل إيه.